بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التاريخ من أرابت سمنتن يو درساتشن ويم سمنتن يو كفلي هنا قليه بألفو كفل لاي عندما تملكتنا ومستراوي دعوانا بلانا قلت وسط لوسط دنا صلاة تعززة يتوحيد انكسك عسي وسط لوسط يادر قنا بلانا نقر قلنا قرو وريو موت عطوال كرب تسراج أهون ودكتا يو مرحلة تشاقر ألا وهو الجهر بالدعوة، دعوان بيفا يمدرك يدعوة أركان هنا. أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يهن قد دايبت ملكته بقمبارك أدمنت يوردوا آية من يميلونه سورة الشعراء لا يميقينوا آية له كرب زمدتهن أستنك يميلوا أنكس رب. وقد ورد هذا في سياق ذكرت فيه قصة موسى عليه السلام. يهنكس يوردوا سنة نبي الله موسى يهوت تاركنا يدعوى هدت يقلت بلبت تارك لهن من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل وقصة نجاتهم مع من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. يه يزي القرآن آيات أزازو يمتاو من يتتكس يالنو يا نبي الله موسى عليه السلام يدعوى هدت يتتكس بلبتنا من دون يتفتروا كنبيناتاتشو جمرو كبني إسرائيل قاية درقوت سدتنا ماسكتلو فرعون لقلاتشو عدرقون يقدي يا مكران بتملكت الله نجا كفرعون النا كهزبوتشو انداوتاتشو فرعون النا تكتاوتشو اندالة انداست اماتشو الله سبحانه وتعالى ينهلو اندا درق يمي ترق يمي قلت آوتش نبرو بزا ما هلاينو الله يهنت ازاز يامتا. وكأن هذا التفصيل جاء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه مثالا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. أزيبوا تعالى مني مثلا الله سبحانه وتعالى يهين ما برعر يا سيست من دردر يا كده بقولي تاوتشن يام تشاتشي مثلاً من دون وسوا دعواني يفا بمعادر قبة كذي يمدرس باتشوا سكاي مكراننا سكرن دالة إن لذهم مثلاً يهونا تشوزن تلك مثالي ياسكمت الله تشون دونا نبي مثلاً كنا كما جمراو كوديهو من اللي قد ما تشون دميتل ياسعيا تشون هي آياماتنا كده الله سبحانه وتعالى شوف باري أوتشن سيام تشات يهين تاريك سيقل صلى الله تشوا زنبلو عند تاريك هنو تزنانتو ألف عندي ألف وبت على اللهم عندي ما ربتنا الناس من عندي زقاد جبت إن أنتم تمساساي رمجة تير الله تشوا أي كرب تمساساي أزأفا يقت ما تشوا حال الناس يا هلو نقر تقواكم ألف ويدوال إن أنتم يهين مقواكم على باتو تمرتي هون الله تشوا زند يهون الله تشوا زند يا إنه الله تشوا يملي مسلا يا الله ملكت يهين ياسجبتا نبي عليه الصلاة والسلام يهن آية تكبروا ما رق ديتا سنهون باتشو لما درقم ودتو على جبل الصفا بصفا كربت علي قوموا بين الصفا والمروة من له صفا علي قوموا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم هتف يا صباحا صفا علي قوموا يا صباحا حالو يسوت يا الله اندمالت يا صباحا هم يبالو كهلا لليت يمياتك عطلات كمتا صوتشن لمنكات يمنكات الرينو اواجن دمي بالو يسو يعلى سمو عدامتو قد متوال اني مسح السلوتن اينت ملكت يمين ملكتن. ثم جعل ينادي بطون قريش من تفتر بلو قراك باجومتو ياندان دنيا قريش قوسا متارات جمرو ببيت سب درجة ويدعوهم قبائل قبائل يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب متارات جمرو
فلما سمعوا يكين سيسمو قالوا من هذا الذي يهتف ما انهم يجعوا بزي ساعتا قالوا محمد محمد نالو سو كل ميروت هيدا يكسكسه حتى ان الرجل الذي اذا لم يستطع ان يخرج اليه ارسل الرسول لينظر معه ممتعت يتساناتو سوچ انكون ملكتن يلكال من تفتر من قد متى استهلنا دمت اللي منه كلهم تسباسبوا لك سيسباسبوا ايو النبي عليه الصلاه والسلام يدعوا طبعا من قالوا ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين عندنا قال انغراچو سمع فرسنيوچ طراچاون ازغاشتو زي تراراچ افلاي كجرباو شلقو هاي እናንተን ለመውረር እናንተን ለማጥቃት ተዘጋጅ ተባል ብዬ ብላችሁ ታምኑኛላችሁ ወይስ አታምኑኝ? قالوا نعم እንዴት አናምንህም እናምናለን ما جربنا عليك كذبا ستواش سمتنم አይተንም ማናቀ ما جربنا عليك الا صدقا كونت بس تقرب انت لا المكرن قال من الرسول عليه الصلاه والسلام ታምኑኛላችሁ እንዴ ከሆነማ اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ከጠንካራ ብርቱ ቅጣት ፊት ለፊት ቆሜ ያስጠነቀቅኳችሁ ይገኛል አሁን ካልኳችሁ የበለጠ አደገኛ የሆነ ቅጣት ከጀርባችሁ አለ ይጠብቃችኋል የውመል ቂያማ እሱ ላስጠነቀቃችሁ ነው የተነሳሁት እዚህ ጋር ይቆምኩት ኢነማ መثلي ومثلكم የኔና እናንተኮ ምሳሌው እንዴት እንደሆነ ታቃላችሁ ነገሩን በምሳሌ ያስረዳቸው كمثل رجل راى العدو فانطلق يربع اهله اي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لالا يدهمهم العدو فخشي ان يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا يعني ان انت مثالي اهون يلا انت تصبات من دونه تاقالاتو عند عند جلسب نو قالوا من اينس جلسب نو سويهو طلاتوتشن ايه طلاتوتش اكبابيون مندرون حزبون بيتسبو اللي اتقومت بيتسبوچون لمطبق سيل ያለውን ነገር ለመከታተል ተጨባጩን ለማየት ፈልጉ ጣላት በድምገት መጥቶ እንዳያጠቃቸው ወሬ ስለሰማ በገዛጁ በአካል ሄዶ ቦታውን አየ ተራራ ላይ ወጣና አፈላለገ መኖራቸውን አጣርቶ ሲያበቃ ሄዶ ተመልሶ መጥቶ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ መናገር ግዜ ስለማይበቃ ስለማይደርስለት ስለማይደርሰው ቀጥታ ጧት ቆመና ተራራ ላይ ቆመና አዋጅ ስሙ ጣላት መጥቷል እባካችሁ ንቁ ተዘጋጁ ብሎ እንደ ተጣራ ሰው ነው ምሳሌ ያሉ። عذاب እየመጣ ነው እያንዳንዳችሁን በተናጥል ጥሪ ማድረግ አያዋጣም ጊዜውን መጠቀም መቻል አለብኝ ቢሄን ያደረኩት አለ። ثم دعاهم الى الحق ودونته دعوا قتلوا وانذرهم من عذاب الله كالله قطعت استنققواቸው فخص وعم نبي عليه الصلاه والسلام قدبوا وسن يونس سموچን ጠሩ አጠቃላይ ማደረጉ يا معشر قريش قالوا ان انت قريشوچ هو يا قريش سبسبوچ هو اشتروا انفسكم من الله راساتهم كالله ادنوا انقذوا انفسكم من النار راساتهم كاسات ادنوا فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا بالله قداي لا يتقمن ميون غداتني من مقطاطر አልችልም ولا اغني عنكم من الله شيئا كالله قطعت من مروحاتكم يا بني كعب بن لؤي كاي كعب بن لؤي بيتسبوچ هو راساچون كاسات تطبقوا اني من ما ينطق منهم غدات ما امطات አልችልም يا بني مره يا بني مر بن كعب يا كعب بن مر يا مر بن كعب بيتسبوچ هو لجوچ هو راساچون تطبقوا يا معشر بني قصي انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني عبد مناف قتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام يا بني عبد شمس راساچون تطبقوا يا بني هاشم راساچون تطبقوا يا عبد المطلب بيتسبوچ هو راساچون تطبقوا اني كالله قطعتنا ارمجا من مكلكل لاچو نغير يلم ولا اغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم كجنزبي ياشاچون طيقوي لا املك لكم من الله شيئا كزاوچي بالله قداي لي من ماينت ما لادرغون شلو نغير يلم يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب هوي كالله قطعت من يلتقمهم لا واطاهم يا صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله يا الله ملكتني اكستيون شي هوي من ما لا واطاشم يا فاطمه بنت محمد
فاطمة يا محمد لجهوي سليني ما شئت من مالي يفلك شون قنزبين تأيكي يالين يا كل سطش تلالو أنقذي نفسك من النار راسش كأسعد طبكي أدني فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا قدات نمتك من لا رجل شالشنم قدات ميهون تكن بني الجاد لمنا لا أغني عنك من الله شيئا غير أنك أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي أصيلها حسب حقها من ألو أو يعني من ما لو واتاتهم قلنا عندنا قرنا زمدنا لنا يزمدنا نسقاين أرتوات هلو أكتلا ولو شقري اللي هم مالو والحديث أخرجه أحمد والترمذي ونسائي وأصله في مسلم ولما تم هذا الإنذار يهن ما استنكك يهن تري أواج كاستقى ببوها للرسول صلى الله عليه وسلم نفض الناس انفض الناس وتفرقوا سوى استبتنوا هين ولا يذكر عنهم أي ردة عندهم أصفاوي من لاش مستطع الشام سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء أبا لهب يترجم وصويه كيف قال سنزل وقال تبا لك سائر اليوم كأنملو أثر كأنملو أيوة أي ساكل كسر ألي هذا جمعتنا لذين سوى السبك من أين تترجم كسونا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب يا أبي لهب الجج كسروا السم كسر يميل عن كسر ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة يزه يدمس النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الري دنقتن يعني هنا باتو بتعطني هنا باتو ساسبتني هنا باتو يزه دمس يعني مكان يستقابا كما استقابات التوقدم لرجم قزي حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كزي يبلت تنكار هنا تأزاز متى يتعزز كون يفاوت أتبالو مشركوتشنم تشلابل خلاص أبيوت يدعو أبيوت مفندات اللبتان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم مشركوت بمسوا السببات باتقن يبت بوتاهل دعواتون يفامارك جمروا يتلو عليهم كتاب الله قرآن من بمجمروا ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم هزبوت ملكتن يوش لهزبوت تشاتشو يالو تنب ما لتجمروا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هزبوت شهي اللهم ببتشن ينت أملكو كالسوج يونتن ياملاك يلاتشهم يلو نبرا وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم كفي اللفيتات اللهم قزات جمروا فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد بيفا بقلس سوي آياتشو اللهم قزات النار مسجد جمروا رسول عليه الصلاة والسلام صحابه وش نقر قل كزيه اللي ينبرا مشركوش من أدرقه رسول عليه الصلاة والسلام مشركوش لا درقوا ترمجا لم يدرقوا تنقر من أين ترمجا وسلو يميلون بكتاي درس الملكة تالل لا هنو أزيه النابكة بكتاي درس الله يقنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.